الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، لقاء أقيم في قناة الحرة واستضافوا فيه ضمن الناس اللي جابوهم واحد اسمه صلاح الدين الخنجر سوداني، وقناة الحرة مصرية، مقدم القناة البرنامج واحد مصري اسمه سيد يوسف. قبل بداية البرنامج والأسئلة اللي قدمت الخنجر، قدموا تقرير، التقرير جابوا فيه المعلومات الآتية، يعني من ضمن المعلومات اللي قدموها، أولا قالوا سبب إقامة اللقاء مع الخنجر واستضافته وإقامة برنامج الحرة ده إنه في هجوم على مسجد الروضة، ودايرين يقدموا كبديل ومعالج لقضية التطرف اللي حصلت، إنه الصوفية بتعتبر مانع من هذا التطرف. عرفت ده السبب بتاع شنو إقامة البرنامج؟ فالمذيع قال على خلفية الهجوم على مسجد الروضة. أول سؤال موجه للمذيع والخنجر بعم القاعد معه، من الذي هجم على مسجد الروضة؟ طوال الخنجر وجه الكلام قال للجماعات الوهابية، ونحن لا نعترف بحاجة اسمها جماعات وهابية، ما في حاجة اسمها جماعات وهابية، دي معلومة انت خدتها في بالك، لكن هو داير يوصل هذه الرسالة ويتهم بها السلفيين، ده الموضوع. طيب، الذين هجموا على مسجد الروضة هم من بقايا ومن سلالة جماعة الإخوان المسلمين، دل ما عندهم أي علاقة مع السلفيين، دي نمرة واحد. هم من الفكر بتاع داعش، وفي النهاية فكر داعش ما جاء من الجماعات اللي هم بيسموها وهابية ومشايخها والعلماء بتاعنا في السعودية، لا ده يا مصري يا بتاع القناة، يا مصري ده من المصري زيك جاب الفكر ده، اسمه سيد قطب. شمات انت تتهم اخرين ما عندهم ذنب في هذه الافكار اصلا. نشأ الفكر التكفيري قديما، ولكن من ساعد في نشر هذه الافكار واصل لها وقنن لها هو المصري سيد قطب، وسيد قطب تشبع بهذه الأفكار من المودودي، والاثنين هما امتداد لمدرسة حسن البنا، وده مصري برضو. وأنا كلامي ده ما بوجه اللوم على المصريين كجنس أو عنصر أو دولة، لكن أنا دايرك أنت يا مصري شمات تتهم غيرك بهذه الأفكار الخبيثة وترميها في غيرك وتقول ده الوهابية، وكأنه بيوجه الرسالة دي للسعوديين وغيرهم، ورغم انه السعوديين ذاتهم فيهم من يحمل هذا الفكر بصورة اشنع من سيد قطب ذاته. ونحن لا نلوم السعوديين ككل ولا المصريين ككل، انما نلوم حملة هذا الفكر. لو كانوا سودانيين، مصريين، سعوديين، بنغلاديش، اي حاجة، من يحمل هذا الفكر المتطرف هو الملام شرعا وقانونا، ده الملام. فأولا كونه يقول على خلفية الهجوم على مسجد الروضة، مسجد الروضة ما هجموا عليه والسلفيون، والسلفيون ولا يوم من الأيام أصلا ما اشتركوا في هذه العمليات التخريبية والتفجير والتكفير، هم براء تماما من هذا الفكر، وانت بتعرف يا كذاب بتاع قناة الحرة، انت تعرف المعلومة دي. لكن في النهاية هو بأسلوب ماكر وأسلوب خبيث داير يضع على التصوف عباءة الوسطية وحماية الدين ومحاربة التطرف. بعد شوية انت حتى تعرف التطرف قاعد وين. طيب، اثنين، قال التصوف نشأ في بداية القرن الثالث، ما في بداية القرن الثالث، ونشأ في أواخر القرن الثالث.
التلاتة قال أصل التصوف طريقتين، الطريقة البكرية منسوبة إلى أبي بكر الصديق، والطريقة العلوية منسوبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. كذاب يا زلمة، أبو بكر الصديق كان عنده طريقة؟ أسألكم بالله، أنت لقيتكم طريقة بتاع أبو بكر الصديق؟ يا مصري ما تكذب علينا، ما في طريقة أصلا منسوبة لأبي بكر الصديق إطلاقا، ما عمل طريقة ولا كتب أوراد، وليس له جماعة فرقة تختلف عن الصحابة، ما في كلام زي ده أصلا، والتاريخ لم يكتب ولا حرفا واحدا في إنه في طريقة بتاعة أبو بكر الصديق. أنتوا لقيتكم الأوراد بتاعتها شنو؟ الذكر بتاعهم كان وين؟ النوبة لونها شنو؟ وين الطريقة البكرية؟ ما في أي طريقة. أبو بكر الصديق لم يحمل عقيدة تختلف عن عقيدة علي بن أبي طالب ولا عن عقيدة غيره من الصحابة، كل الصحابة كانوا على عقيدة واحدة علموا لها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ديل الأربعة الخلفاء، ودي سنتهم سنة متبعة، ما عندهم طريقة، طريقة في الدين مخترعة براهم كده خاصة بهم، ما في لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من الصحابة الكرام، ما عندهم طريقة خاصة بهم، إنما طريقة واحدة هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال والطريقة العلوية. كذاب. بعد ذاك مشى قال له من العلماء المعروفون بالتصوف في القديم، قال أشهرهم ابن عربي، كلام صحيح، أشهرهم ابن عربي، وأنا بجيك لوسع. قال والنووي، اثنين، الإمام النووي، الإمام النووي ما كان صوفيا يا ناس، ما كان صوفي ولا كان يعتنق العقيدة الصوفية أبدا، إنما الإمام النووي كانت فيه بعض المسائل الأشعرية، عنده بعض المسائل من مذهب الإمام الأشعري الذي تاب منه. والإمام النووي عليه رحمة الله كثير من المسائل وقع فيها من التأويلات على طريقة مذهب الأشاعرة، لأنه لم يتبين له في ذلك الوقت، ده كل الموضوع. لكن كونه يكون منهج النووي هو منهج الصوفية الموجودين الليلة، ده كذب يا ناس. كتب الإمام النووي الآن هي مراجع للمسلمين، هي مراجع لأهل السنة والجماعة، شرح مسلم، كتاب رياض الصالحين، وغيره من الكتب القيمة للإمام النووي، هي كتب سنة وبرد فيها حتى على الصوفية ذاتهم. أمشي أقرأ الكتب دي، فيها ردود كثيرة جدا حتى على الصوفية، وإن كان ما باسم، لكن في النهاية يرد على تلك العقائد اللي هم بيعتقدوها. فكونك تقول النووي منسوب للصوفية ده كذب. بعديه قال الغزالي، نعم الغزالي عنده كثير من الأفكار اللي بتخدم التصوف، ولهذا قال العلماء الإمام الغزالي في آخر حياته تاب من تلك المذاهب، في آخر حياته رحمه الله تعالى. وكان السبب في تلبس الغزالي، الغزالي ده القديم يا أخواننا، أبو حامد، يسبق من القرون الأولى، يسبق واحد في درجة التابعين، لكن في درجة الصحابة لا، أعبى التابع من التابعين وأعبى إنسان من الأمة دي من بعد درجة الصحابة ما بيلحقهم تاني، ما بيلحقهم، دهل مكان فوق. أما درجة التابعين كما قال أبو حنيفة فهم رجال ونحن رجال مع ثبوت الفضل لعموم التابعين، العصر بتاعه ده ما بيلحقوا عصر تاني من العصور. عموما الصوف الغريبة، خد بالك معاي، بينكر كون الإنسان يكون في العصور بتاعت الليلة دي ويكون تابع للسلف الأوائل، مع إنه في نفس الحلقة بتاعتهم قالوا التصوف أول حاجة هو الطريقة البكرية والعلوية. طيب أنتوا ما قلتوا القرون الأولى ديك ما فيها حاجة تاني، يعني نحن من القرون الأولى ما بيشيلوا، أنتوا بيشيلوا ليه حجارة ولا شنو يعني؟ ما قلتوا أنتوا بكرية وعلوية، ما قلتوا كده؟ طيب نحن برضو ما نشيل من الأوائل ديلك المستهبلين. طيب الكلام كثير لكن ده نختصر التعليق. حقيقة مهمة جدا احترف بها الخنجر، قال الخلاف
الصوفية واللي بيسموه هو الوهابية قال خلاف عقدي، ودي معلومة نحن دارينا ذاتك انت تعترف فيها. الخلاف بيننا عقدي، نعم نحن نعتقد عقيدة الرسول وانت تعتقد عقيدة الشيطان. ايوه الخنجر، عقيدة الشيطان وعقيدة فيدر المجرمين، بل عقيدة اسوأ من بتاعة ابي جهل، اسوأ من حقة ابي جهل. وانت جيبنا في زاوية معاك في كورنا من المربع بتاع الشاشة ده عشان نوريك انه انت اسوأ من ابي جهل. بس كورنا اللي جاي خنجر، كورنا اللي هنا يجيب واحد من اخوانك عشان نعكس عليك من هناك، من هنا ودارك مصر. انت مستقبل ولا شو؟ انت تعتقد عقيدة ابو جهل العقيدة بتاعته معدلة اكتر من حقتك دي. المطر المطر معدلة اكتر من بتاعتك انت دي ذاته يا خنجر. على اي حال قال لانه هم قال بيعتقدوا في الله الشكل والجسم والزمان والمكان، كذب. هل في كتب العقيدة السلفية تجد اثبات هذه الاشياء مطلقا لله؟ وين انت بتعرف فتش لي؟ فتش، هل تثبت مطلقا؟ عندنا هذه الكلمات منها كلفظ الجسم ولفظ المكان ولفظ الجهة في عقيدتنا انها لا تثبت لله ولا تنفى عن الله كده مطلقا، انما تثبت باعتبار وتنفى باعتبار. ان قصد الانسان المعنى الصحيح للجهة كان يقول الله في العلو في السماء، هذا اثبات صحيح نحن بنثبته. اما لو قصد اي جهة معينة تحيط بالله او يحتاج المولى اليها فهذا معنى باطل نحن ما بنثبته. دي عقيدتنا، تعال ناقشنا فيها. طيب قال لا عندهم عدم توقير للرسول، كذاب يا اخي، انت الرسول بتعرف له حاجة؟ قال الوهابية عدالة الانسانية وللبيئة. يا سلام، عدالة البيئة كيف يعني؟ احنا شجرة، احنا قاعد نفتح نكسر بواسير الصرف الصحي، كيف عدالة البيئة يعني؟ احنا قاعد نقطع صفق الشجرة؟ لا بس اشرح لي عدالة البيئة كيف يعني؟ احنا قاعدين نقبض القمري ونجدع في الشارع، بنسوي شنو عدالة البيئة؟ قاعدين نوسخ الشارع؟ واحنا جلاليمنا الصغيرة ذاتها ما بتوسخ، جلاليمنا ذاتها قصيرة. طيب اعدال البيئة كيف؟ انا دار افهم. تعرف واحدين الواحد لو يلقى الغناء ويلقى المايك قدامه يقول له انت على الهواء مباشرة، الهواء تضربه ما بيستوعب كلامه ده اللي بيقول فيه. ده ما مستجد من الدلقان بتاع التصوف جابه دخله في غناء، الهواء ساقط فيه وبيجاوب هنا وبيتهد. بقى ذاته ما فاهم رقمته بقول فشتم، كيف عدالة البيئة يا مسلم؟ وده مسلم ذاته ولا ما مسلم؟ ربك عليم. المهم ده نحن عدالة البيئة كيف يا ناس؟ كده أسألكم بالله، نحن قاعدين ناكل الحواجات بتاعت الناس؟ عدالة البيئة كيف؟ نقدر نكسر البطيخ؟ ليه عدالة البيئة؟ قالوا عدالة الإنسانية. كويس، ده ما ده تعليق يا أخي. قال السودان قام على اكتاف التصوف، في صوفي شايل له واحد في كتفه، كان الدنيل في صوفي قاعد يشيلك في كتفه. السودان ما قام على اكتاف التصوف ولا قدم التصوف للسودان اي شيء. انت كده تعال اقرا التاريخ معانا، انت قال لنا احنا ما قرينا تاريخ اصله. البلد دي بس جابونا باللواري كبونا هنا ده قبل يومين، ما نحن قاعدين معاكم قرينا الكتب بتاعت التاريخ. التصوف ليس له اي خدمة قدم للسودان، ما قدم التصوف جو داخلين مع الفتح المصري ده ذاته زي ما دعاهم معاه قصة في القناة، ديل زمان ما جو غزات مصريين واتراك جو غزات. اتحداك اقرب تاريخ ساعدهم منه الفتح التركي المصري او الاحتلال التركي المصري، من الذي قدم لهم المساعدات؟ ده عمك الجلابيه مقلوبه ذاك مخلوق هيني، ده المرواني اللي بيجي يقول لك نحن اولاد الرسول. يا ذروة الرسول بيجي يدخل لنا ناس هنا في البلد دي، يدخل لنا اتراك وعملاء. قال لهم انتوا اي ذول ادي الجماعه ديل اي ادي الجماعه ديل الارض بتاعته بنديه شبر في الجنه بعدين. فالاستقبال لعبه على الامه، سوف هذا قدم لهذه البلد.
ماذا قدم التصوف، إنما قدم العقائد الخربة وأضعف البلاد وفرق الناس. الآن الناس متفرقة، عقائد مختلفة، عبادات مختلفة، مناهج مختلفة. هذا هو الذي قدمه التصوف، أثر على، كان في عنده تأثير على المملكة بتاعت الفوج زمان، ناس عمارة دنقس وعبد الله جماع. عبد الله جماع ده جدا احنا من جهة عبد الله، عبد الله جماع ما تقول لي بعد شوية انت مالك ماله، انت ما عندك معاه شغلة. عبد الله جماع وعمارة دنقس ديل نشروا تصوف، لكن التصوف ده أسألت الناس اللي عرفوا التاريخ زمان استفادوا من البلد شنو؟ تلقى جماعة العمدة بتاعهم تلقى شارينه أربعة في مروك شارينه وماشيين بيه وقاعد مصنجر فوق، ده هو اللي قدموا للبلد دي. استعبدوا الناس يا أخي، استعبدوا السودانيين زرايب، كلام فارغ كله يا أخي. طيب قال لي آخر نقطة، آخر نقطة قال الوهابية ستلغى في مزبلة التاريخ في السودان، تلغى؟ تعال الغيها. قولي ماشي الحمد لله. قال تلغى، قال والتصوف وين؟ الحمد لله الآن أي زول عنده قراءة صحيحة للواقع بتاع انتشار الدين في السودان يفهم بأبسط فهم إنه المنتشر والعقيدة الممتدة بين أبناء السودان هذه الأيام هي العقيدة السلفية. انت امشي خش المدارس وده الشيء بخليك تكورك انت يا خنجر. زمان الصوفية ده ما بناقشوا ولا بيتكلموا ولا بردوا، قاعدين في المسجد هناك بس، قاعدين في المسجد والحيران بيجوا مسحوا لهم كرعيهم ويجيب العدود بهناك والذهب يدوا لهم الفقراء. انت امورهم صعبة، يجيب المرأة للشيخ تقعد يومين ثلاثة في رحاب الشيخ ومقاعدة. كان زمان لبناقشوا لا بيتكلموا بيمتع لبردوا لا آية لا، وما بنقنعك بفكر حقنا، نحن بنقنعك بالكلام اللي ربنا نزله هداية للبشرية وهداية للخلق دي كلهم، والناس استفادت. يا خنجر انت حرقك الكلام ده، تمشي قناة الحرة، قناة الحرة تجي هنا، تمشي لمصريين، مصريين يجوك من هناك، ده كله ما بحلك. تعال انزل معانا الساحة دي هنا خنجر، تعال انت يا انت مالك ما بتجي كده يوم الشجع كده ونادي الفقرة بتاعينك وتحسونا وفلان عندهم تب وما بحلوه كلهم، وده شرك لو سويت كده. عارف المعلومة عشان ما تقول والله الوهابية قول لنا خلاص نادوا الفقراء، ده شرك بالله، كفر بدخلك جهنم، عندهم وما بحلوك. كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. انا اخذت الزمن كله، لعله شيخ مزمن عنده تعليق لكن انا شلت الوقت.